من الـLBCI ميلاد مجيد، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. قداس بكركي بلا رئيس وخلوة بين عون وبين الراعي. البطريرك اليازجي يفاجئ حلب والبابا يدعو لوقف اضطهاد الأقليات في سوريا وفي العراق. من هو ستاراك العرب، ليا، غادة أم محمد؟ نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. قداس بكركي الميلادي بلا رئيس جمهورية، وقداديس سوريا تقام في أرض مدمرة. أما في العراق فألف غصة تحول بين العراقيين وأعيادهم. وإذا كان البابا فرانسيس قد دعا من الفاتيكان إلى وقف الاضطهاد الوحشي بحق الأقليات الدينية والعرقية، فإن مأساة الأقليات ليست إلا مؤشرا على المأساة الشاملة التي تطال الجميع، أقليات وأكثريات، في منطقة تناوب على نهش لحمها جيوش الخارج وطغاة الداخل العلمانيون والإسلاميون. كل ذلك لم يحل دون بهجة العيد في لبنان، حيث سيولد اليوم ستاراك العرب.